هذا الكورس المميز. كلمة اليوم كلمة board. board سوف نكتشف أسرار هذه الكلمة في أمثلة وأيضا أهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس القادمة مباشرة حين نشرها. أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف كاملة. هيا لنبدأ. Let's begin. كلمة board. board تأتي بمعنى مجلس، طاولة، مائدة، جانب أو لوح خشبي أو سبورة. خلينا نأخذ أمثلة حتى نفهم شلون نستخدم كلمة board. المثال الأول: She wrote it. She wrote it on the board. كتبت ذلك على السبورة. She wrote it on the board. She wrote it in the, on the board. ممتاز. كرر هذه العبارة 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل صحيح، واكتبها في كراسك أيضا. المثال الثاني: Teachers talk and write on the board. Teachers، اقرأ معي الآن. Teachers، المعلمون، talk، يتحدثون، and write، ويكتبون on the board، على السبورة. Teachers talk and write on the board. ممتاز. نأخذ مثال ثالث حتى نفهمه بشكل أفضل. They would not be able لن يتمكنوا to board without a ticket، من الصعود بدون تذكرة. Without، بدون، a ticket، تذكرة. They would not be able to board without a ticket. إذا كنت متابع لهذا الكورس بإمكانك متابعة كلمة be اللي شرحناها بالتفصيل وأخذنا أمثلة عليها، وكلمة able أيضا شرحناها بهذا الكورس في بداية الكورس في الحلقات الأولى. Okay. They would not be able to board without a ticket. أقرأها معي الآن. They would not be able to board without a ticket. ممتاز. خلينا نأخذ أهم المرادفات لكلمة board. الكلمة الأولى assembly جمعية، senate مجلس، and table طاولة، and side جانب. هذه أهم المرادفات لكلمة board. احفظها جيدا أيضا باللفظ الصحيح واكتبها في كراسك. أما الآن اختبار بسيط، حاول أن تستخدم كلمة board في جملة. استخدمها في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى استفاد منها الآخرون أيضا. شكرا لكم على المتابعة. انتهينا من هذه الحلقة. استمروا بالمثابرة في تعلم اللغة الإنجليزية، وانتظرونا في الحلقة القادمة، الحلقة 91، مع كلمة جديدة، كلمة boat. أيضا سوف نشرحها ونحفظها ونتعلم استخدامها فقط في دقيقتين. شكرا لكم وإلى اللقاء قريبا إن شاء الله.